نقلت الكثير وتمنيت الكثير، وربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر إن شاء الله. هذا اللي أنا قلته. أما اللي هم حملوا المسؤولية، الرجاء منهم أنهم يلفتون نظرهم لإخوانهم وأبنائهم الذين هم الآن من خريجين ومن أقل وأصغر من الخريجين، فيلفتون أنظارهم لهم حتى أنهم يتكلمون معهم ويحمسونهم لما هو موجود الآن ولما وجد وحصد من أعمالهم ومن أعمال أبنائهم وأبويهم.